بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان واكي بقول يكوبات كمدا من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، حين كسو جري آدابت إيا أخلاق دل لغربو قوبت الله فريسان إيا ينينك فريسان إيا با. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكر الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. نبي حلي عليه الصلاة والسلام: ما من قوم قل يمشران يقومون ككعية من مجلس قوبة فرستين كواس لا يذكرون الله رب أن حسين تعالى كره فيه في المجلس قبت أي فريستين ككعين أن ربك حسين مجرى إلا هدي دعض إني كوح ميل فريستي ككعض أيوان ربك حسين قاموا وحيكب قبت كيستاقيان عن مثل جيفة حمار ضمير بختي أو كلا وحلا ميدا حق أرك قرمونك إيو ليدنانتا يعني قبت فريين الرب أيسان كحسين وحي لما نقول إنسان ميل نيف بختي أولي ونيف كلا درني ضمير أكو بختي ضميرنا وحكا أربضا بختي يسو حولاك لو أكدرني وأركتين ضمير إيبا أكو قرمون وح بختي نظر أركتين بمويه إلا قاموا وحي كي استاقيا عن مثل جيفة حمار ضمير بختي أوكلا وح لمدة وحد مدعق أركا أي كعايان وي وكان ذلك المجلس قوبتا أيضا أي كعين وحين قونا يسأل لهم للقوم حسرة بأي قرن حسرة بين ندامي يقوم شليت آخر ما كلته ويك قومين دون ويك شليتون دون ندام يا إمام دونتا. رواه أبو داود بإسناد صحيح كوريا ذلك المجلس عليهم ترة وروايات النسائي وإن دخلوا الجنة للثواب ورواية أحمد ورواية أحمد ميشا أيضا إيكاك عين الرب إيسان كحسين ندام يشالله تيكون نقن آخر دال عرش إيوه أشتقي إيد بيكون نقن ورواية كلي هذا يدوران چندا بحق لين لكن كوي هوشا كقوم إيا فرطة نحلة كقينو إيا آخر مكلا قارا محايا لي إلهي قبل سبحانه وتعالى نعمة كسيي لحدة اللحات كسيي ميشا أدكو فريستي هل ساعات كدر اليمي سمرك انت هل ليسي اذ اندر اليمي سينا ربك وحد قولوا اذا قوبت انا ادكو حسته نبيك كسل لذو الهي حسوسته دانا هذه كلي الدنيا ذي وحان وحوك ترين ياد ما انطر الميش كهيس لولك الله اسكالي ادوك ربك باكله اود ادكو هل لألا كسي نعمدا شكر ايا ابا القدب كاربتا انت من تد حسوسا ويدي ياد اسكاك على قوبتا ياد اهيد مركة وأتكش الله يتندون تآخر أو شاء يدا جنبا أتكشي ذي مركا تاس وحي تصيصا إن أي آدي يادوب أنت هاي أي ليدتو أي سواناك سنين روح مسلم كا قوب يجيد يمرن كم مربا أسوان ربي كحسو إنو كتاق لما أقلو مواناك سنو غفلدو لما أقلو. وعنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وحول صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا قل يا مفرستان قوب لم يذكروا الله تعالى فيها رب أيسان كحسن ولم يصلوا أيسان كصل أيسان أمان على نبيهم نبي قود محمد عليه الصلاة والسلام فيه في المجلس إلا كان عليهم ترة لمن كان هذا يسيد أيلان ويقوب فرستان ورب أيسان كحسن نبي قنا أيسان كصليين عليهم ترة تبع إدبا دشرة هانيس آخر لو يديني محطة ويشي محاد قوبتها ربي أقول حسو ويدين نبيين محاد أهفتين يا الله يا رسول كيسي كقيمة بضان يا أكتين كقوين الله يا رسول كيسي وايدين سيداوي اسمع لو عيدا هذا ننكو التبي كامتاقين مركا انتي وحمل الله قوقي بالصدو ويحكو قاري وايا يددك ميشي تشوغي ويحي لك لتقا أضغنا أتقضو لكن لو صوها هذا القاضو وحال ليلا هذا ما الله يحسو استورت قوبت مالله يقول شيئا وننكي يبلها محاين وسكسمينا الدوحي دماي حالا نينكو تبي كامتي مربع الدين لو حصوص تي تلقاو او حساب سنتا وفي عن تاي
maalinki xogo nacfi roon la helo oo umada wada gaaro waa lagu siin lahaa, laakiin inta biyo boobka qabtay baa uu ka hormartay waa lagu xusay. Haddaad marka rabbigaa goobta ku xusuweyd, hadda maadaa tegin baad nimaan allihii tabaynin oo rasuulkiisii tabaynin, maanta o dhanna meel fadhiiso mushkilo maah. ilaa kaana calayhim, dushooda waxaa aanaysa tiratun, daalacraacasho eed baa qabanaysa wey. fa in shaa rabbi, hadduu doono qolyaha goobta rabbi ku xusu waayey nabigana ku salliyi waayo, cadabahum, arrinkaas waa ku cadaabahayaa. xusid la'aantaas iyo tabid la'aanta. wa in shaa, hadduu doonana gafara lahum, waa u dhaafay. rawahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan. riwaayada axmed iyadoo sidan waa ka yar bedelan tahay oo in shaa aakhadahum bih wa in shaa cafaa canhum bay ku timid. hadduu doona rabbi waa u qabanaya hawsha iyada, hadduu doona rabbi waa ku cafinaya. xadiidkan marka xadiid culus weeye, masale waxaa ku jirta weli aana arag wax carabka ku dhufta. waxaad moodaa xadiidka ku cad moodaama ee bannaanka yaalla goob axadkii fadhiisteen rabbi ku xusin nabigana aan ku salliyin inuu ku dhacay kabiir meel kabaa'ir, dembi weyn, maxaale cadaab baa laga ratibay. in shaa cadabahum wa in shaa ghafara lahum, waxaa la ysku cadaabana maaha waxaan ka ahayn, dembi weyn, dembi weyn. in shaa cadabahum, dembi weyn wey. rabbi hadduu doono uu ku cadaabi, hadduu doono uu ku cafii, idan waa dembi iyo ithmi, ama kabiira ha noqdo ama sakiira ha noqdee, waa dembi, dembi yar iyo mid weyn baa laysku cadaabaa. hawshu waa aadaab iyo waa sunno iyo way bannaan tahay iyo way fiicanta, waa laga tegey, waa laysku cadaabahayaa wey. cadaabna waxaa lagu mutaa dembi un baa lagu mutaa, ama sakiira ama kabiira ah. weliba sakaa'irtu, salaadaheenna iyo howlo kaleba lagu dhaafaay marba haddii dembigu, culimmada isku khilaafay kabiirada tacriifkeeda, qolyaha waxay yidhaahdeen dembi kasta oo waciid laga ratibay oo goodi iyo cadaab la daba dhigay waa kabiira meel kabaa'ir. haddaynu qeexida qaadanno wuxuu noqonayaa dembigaani dembi weyn, sakiira waa ka tagaya. in shaa cadabahum wa in shaa cafaa canhum. riwaayada marka axmed ayaa xoog noo fududaysay, in shaa aakhadahum bihi wa in shaa cafaa canhum. haduudan rabbi waa ku qabanaya oo ku cadaabaya, laguma cadaynin waa ku qabanaya, xataa u yeesheen waa la isjafaalin, waa laydin eedayn. tiratunti iyo mu'aakhadada ayaa isku agdhow, iska agdhow oo isku macno ah, waad ka qoomayn doontaa iyo waa lagu daalac baa lagu raacin, waa lagu eedayn doonaa, waa lagu qabsan doonaa, intaa way wada socdaan. laakiin marka lagu carabka lagu dhajiyo waa lagugu cadaabahaya hadduu rabbi doono, hadduu doonana waa ku cafinayaa. waxay noqotay kabiira taxta mashiaati illaahi subxaanahu wa tacaala. waa hawl adag hawsha iyadaa, laakiin nin culumaa oo yidhaahda ninkii intuu goob fadhiista nabiga aan ku salliyin ama ilaahay aan xusin kabiira meel kabaa'ir buu ku dhacay iyo dembi weyn buu ku dhacay ama dembi baa loo qorayaa, wax carabka weli ku dhajiya ma arag. culummadu si ma aqaan waxay oga tageen anunba arag baa laga yaabaay, bal idinkuna soo firfirsha. xadiidka daahirkiisa wax ogu dhaqmay oo sidaa yidhi ma arag baan ida yidhi, miyaad fahantay? culummadu waxay leeyihiin waa mustaxab, waa sunno, waa khuluq qiimo badan, warniyahu rabbigaa iyo rasuulkii alla kuu soo diray, goobaad fadhiisata ha ku hafini, waa inaad tabtood xusto, way wanaagsan tahay, ajir baad ka heli bay culummadu leeyihin. laakiin waa kabiire iyo waa dembi iyo dembi baa lagaaga qorahayaa iyo waa lagugu cadaami ama waa lagugu cafii, oo siduu xadiidku ku dhuftay ah wax weli caddeeya ma arag. marka hawl sahlan ma ahe, adaa laskaga ilaaliyo, adaa laskaga ilaaliyo. wa canhu, can rasuulillahi sal alay wasalam qaala, wuxuu yihi rasuulbanu, man qacada maqcadan, goob ninka fadhiista, lam yadkur illaaha tacaala fiihi, rabbi uusan ku xusin, kaanad calayhi, waxaa ahaanaysa ninka asaga ama qoomkaasi min allaahi alla xaggiisa, tiratun, eed baa raacaysa, eed iyo daalac raacasho iyo maxaad ii tabi weyday, maxaad ii xusu weyday, yaa iga qiimo badan, yaad igu halmaantay baa imanaysa. waman idajaca, ruuxi seexda madjacan, goob la seexdo, laa yadkur allaha tacaalaa uusan rabbi ku xusin fiihi, fi lmadci firaashuna, rabbi ku xusin ninka seexdana, kaanad calayhi min allaahi tira. rawaahu abu daawuud, ilaahay xaggiisa eed baa ninkaa ka raacaysa, waa nin eedaysan, mulaa'am weeye ninka. marka muliimka ah
ee la canaanayo ee la eedaynayo iyo in shaa cadabahum wa in shaa cafaa canhum way isu dhowyihiin. Mu'aakhadadu iyo tacdiibki iyo tiradii iyo xasradii kulli isku meel bay u socdaan, laakiin way un kala nabar kul yihiin. Alfaadu rawaa abu daawud waqad sabaqa waxaa soo hormaray qariiban mar dhaweyto tiradaasoo xadiidkaas soo hormaray. Washaraxna waxaanu sharaxnay atirata fiihi fi lxadiid, tirada waxa laga wadana waynu soo sharaxna. Wakii xalay sheekhu ka soo hadlay ee tirada yidhi masaabiin hore ayaad wuxuu ka soo hadlay habeen horay aayada waa kii nuqsaan iyo atiratu bikasri taa ilmutnaati min fowqu wa hiya naqsu wa qiila attabica wa kii soo yidhi taasu ujeedaa fasharkeeda. Idan adaabti majaalista iyo akhlaaqdeedii iyo anshaxeedii iyo ruuxa muslimku wixii looga baahnaa iyo goobaha masaajidu iyo meelaha kale waxay kala duwan yihiin. Axaadiis dhowr ah yuu imaamku soo qaatay ninkii alla ku anfacana ku filan. Baabu ru'ya wama yatacallaqu biha, wuxuu baab yahay ru'yada riyada manaamka iyo wixii la halmaalee ku xidhan hawsha iyada. Arru'ya macna ahaan waxay la mid tahay ru'yada. Arru'ya iyo arru'ya waa isku macano. Arru'ya wixii in lagu arkaa la yidhaahdaa adoo soo jeeda, xilli aada soo jeedo wixii ishaadu qabato ed aragto ayaa ru'ya leh, ta baa la raaciyaa, ta gaab waxaad dhihi jirtee. Wixii manaam iyo hurdo lagu arkana arru'ya baa la yidhaahdaa, oo ta'daa laga gooyaa. Meeshii ta'da alifu ta'niith baa tan loogu bedelaya, kalqurbati walqurba way kala duwan yihiin. Marka waa laba mustalax oo la kala duwayo. Kulli waa aragti, luqada carabeed baa iska leh. Kulli waa aragti adoo soo jeeda waxaad aragtana ru'yatun baa la odhanaya, adoo jiifa waxaad aragtana ku riyootana maxaa la odhanaya arru'ya ayaa la odhanaya. Ru'yadu waa laba qaybood, waa mubashira iyo mundhira, inay kaa farxiso waxaad ku farxday heshe iyo aragti, iyo inay kaa naxiso kuu digto wax u dhexeeya meja, labadaas noqda. Arru'ya mubashiratun wa mundhira, digniin iyo canaan inay noqoto, xumaan lagaaga digahayo waa laga canaananayo. Waa ru'yada fiican ee saalixada laga hadlaaya, shaydaanka ciyaartiisa kugu ciyaaraya ama uu ku cabsiinayo ama odontu madax lagaa gooyo madaxa daba ordahay uu ku tusahayo, waxaas ciyaarta talaacubka shaydaan lagama hadlaayo. Riyada saalixada laga hadlaayo, arriya saalixa waxay arruya saalixa waxay noqotaa imaa mubashira wa imaa mundira. Baabkan ru'yaduna waa baab, arru'ya waa baab gariib jiddan, wa min umuur lghayb wa min aayaati illaahi subxaanahu wa tacaala. Aadama waa ku wareeray, idinkuna hadda ma fahmi kartaa inaad adduma ducafaa tihiin unbaad ogaanaysaan. Saad iskaga fadhidaad umiyar qabto ee maankaadu iyo garaadkaadu u buuxo ayaad dhinaca dhulka dhigi, waad seexani, garashadii iyo garaadko dhan baa kaa tegi. Qalamu takliif baa lagaa dulqaadi. Rufica alqalamu can thalaathin, an innaa'imi xataa yastayqid. Hadda waxaad ahay nin mirkiisa buuxo oo mas-uula oo maragala, wax walba loo cuskanay. Daqada kadib baad khuurisay, waxaa leeyihin waxba la weydiin maayo. Tuuriyalka kugu xidhna haddaa intaad galgalato ilmo yaro halkan jifa baa cuga ku kala goyso, magun baa lagaa qaada lagu qisaasi maayo. Wax walboo samaysa intaad jiifto wax dambe lagaaga qori maayo. Dandhow iyo mag waa hawlaheedii kale oo dad xuquuqdii weeye, laakiin min allahi dambi lagaaga qori maayo. Intaad indhaha kale haysay waxaad samaysayna naar baad ku gelaysay, dambi iska daay. Markaad xuquuq khuurisayna waa lagaa dulqaaday. Mas-uuliyaddi ogay bacdu lmutaakhiriin ashaaficiya ay yaahdeen baxdi ay sheegeen qolyihii reer tariim shaaficiyada ah waxay kutubtooda qayb kamida ku sheegeen buqyaha inuu haa baan jeclahay, buqyatu lmustarshidiin inuu haa baan jeclahay. Waxay ku sheegeen xataa markay masaafada u qiil bixinhayeen ay ka dardarahayeen ay ku dardareen xidhi wadaadka isagoo jeefa yaa gabadhiisa la meersan kara, laba makhraati aabaha awey weligeed waaka wuu khurunaya mukallafa ma aha.
مرفوع القلم وي هذا مرق صوتوسو ام باسوريو لو ديبي يا ششفا ادر سو دو هدي غبدي ولا مهري وا طاوله هذه كدعي رواسيده هدي واد مقنيد هلقاسي لا غاده يعني الروح هذا ميرك قبي با سدا نقري وحا كدرو من عجائب علم الله وقدرته كسيدرا اظن مرفوع القلم oo dareenkiye garashada dhanba ay ka tagtay ya hadana filinka lagu daari oo wax garan wad maqanta ugu wad caalam kala ba lagu daari wixii aad martay oo dhana marka soo kacdo wad xusuusan baad sheegi hebel baan arkay oo hebel baan arkay oo kanaansan warsadigu qorun haye marfuucul qalamka ah adoo marfuucul qalama ya hadana fiinus kala ba ku shaqeyn oo wax ku arki والآخرين أدون كمري وعرف الرحمن عرك أدمري ولقى يا أباها إلى ريكو أركت وهبل ومقان أركت وهوش أركت سيدة ونعبه هل فاهم كرمية هذه دون كمية فاهم كرتا واللقو ورير ومن من أخبار الغيب وي ومرفوع القلم حقا أن ألاب أركا يا ألاب تقيمنا الروم بين نقون قيمنا بين نقون hebel riyadiisu been ma sheegto hawlo badan ma imanayo waa wax lagu wareeray si la isku qabatiin lahaa wadaaduna walba ku dhuftay dadka muslimiinta culimadaaba sharxay oo hawsha fahmay dadka aan islaamka ba ogolayn ama diinka islaamka ba aan aaminsanayn meel u qaadan bay garan waayay waxay dhan ruux waxaan dhan waxaad qayb qayb ma ahee waxay dhan ruux balqamkii dhacaanka ku badan yahay heen hadii goor markuu seexdo isagoo biyo lagu hafan buu iskaga riyoodaa balqamka kugu badan bay qoyaanka dhacaanka kugu badan maxaad iskaga riyood biyo iyo roob da'ahay iyo daruuro socda iyo webi ku qaada iyo adoo bad ku dhuflayn waxaas biyaha wuxuu ka socdaa bay dhaheen jirkaada waxa ku badan balqamka bal darada eeg xaakada iyo siinkii diifka kugu badan bay ku leeyihin marka bad bad ku hafaraysa wax rag loola yibaadaan miya waxaas kuwa kale waxay dhaheen haddii ay kugu badan tahay dacartu ama qarastu waxa u taqaanaa almaadata safra bay kugu badan tahay haddii waxa ku riyo adoo gubanaya adoo ooman adoo dab lagu shiday adoo duulaya hawo kula tagtay haday caloosha ku fadhido oo uusku kugu badan yahay haday goor caws iyo carro unbaa lagu dhex gelin bay dhahay waxay doorba iska sheegeen yani waa lagu wareeray laakiin shaariicay ayuu sheegay naftu markay dareerto oo ruuxdu dhaqaaqdo waa laba qaybood naf yar oo xarakaadkii iyo dhaqdhaqaaqa kugu soo hari min ajaabi cilmi illahi wa qudratihi wa iyo waxa la yaabto oo ruux socda warkiisu haduu miir qabay miirkii baa ka tagaya saacada kadib uu soo kici miirkiisu taamu soo noqonaya mana ogaanayo intuu jiifay inta saaci ahayd ma yaqaan intuu dalay dhul maray lama yaqaan saacadda inuu fiiriyo mooyeen hebelo meeqaa jirta ma sheegi karo markuu soo kacana cilmi aadan ka warqayn buu kuu sheegu waan arkay kuleeh war cilmigaa daldaa intaad iga dayso intaad jirta ii sheeg ma sheegi karo saacaddaha fiirinay ii fiiri telefoonka daarin sheeg ma sheegi karo waa cilmulgayb aad la yaabto wey adoo marfuucul qalama oo waxba aan la soconin haddana kaadi hadday ku qabato waa toosi saxaara hadday ku qabato waad kici neef hadday ku qabato dareemi maysid waa dalday waad iska wadi neefta iyadu maxaa yeelay neeftu hawadii air freshkun bay kharibi mooyeere gogoshi iyo dharki midna halayn mayso hurdada ku jirtaana ka fiican intaa yartay xugu soo dhu isbedeshay hurdada ka maslaxa badan hurdada lagu daynayaa ilaahay xikmadiisa waa iska neefsan laakiin kaadi iyo saxaro waa alaab waaweyne gogoshii gurigay halayra waa lagu toosinaya intaan meelka hal la gaarin waxa weeye jiifkana yaa kugu filay in rabbi subxaana wa tacaala wadisanaad garato saa darteed baa sheekhu wuxuu ku bilaabay qaala tacaala wamin aayaatihi ilaahi calaamadaha iyo adilada ku tusahay inuu rabbi yahay keligiina koonka maamulo cibaadana isagu u muto manaamukum billayl wannahaar
seexadkiinna iyo jiibsigiina aad jiibsanaysaan maalinkii iyo habeenkii dharaartii baa ilaahay ka mid ah waxyaabaha ku tusahay aayaadkiisa ka mid ah. aayaadka rabbi ku tusi inuu keligii adduunka maamulo ku leeyahay, addoon tahay waaxidul qahaar asagu keligii yahay, alxakiimul callaam keligii uu yahay, yaad ku ogaanaysa. adoo daalan baa wax yar saxan waad nasan, daalkao dhan baa kaa tegi, riyooyin wanaagsan baad arki, maskaxdaa kuu degi, dhowr hab adaan seexan wayd waad waalanba. dhakhtar geeya, geeda ku gura, kinin ka buxiya, qallafiyaa ka dhixi. wamin aayaatihi manaamukum bileyli waannahaar. idan waa masale mucjiza ah wey. axaadiista marka baabka ku timid ayuu sheekhu waxay naga tusahaya. hawl sahlan hawshu oo fudud ma aha. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي قولان مقلي لم يبقى كمهر من النبوة نبي النمدك نبي النمد علم جيدي أعلام تيدي إلا المبشرات ريوينك خير كوب بشارية موية قالوا وحيدا وما المبشرات نبي الله مبشرات محيي بشارية شو وح بشارية إيه لغو بشارية استو إيه إفالها وناسنا تذكرتو سمعيه قال صبر وحور الرؤيا الصالحة والرؤيا وناكسا الرؤيا الصالحة هي صادقة بلوجدة والرؤيا رنت الشيغيس رواه البخاري حديث كأنا عند الترمذي أنه كم الرأي نبي وحوري ذهبت النبوة وبقية المبشرات نبي النبوة تكتي ولا نبي بعد ولا رسول ولا نبي بعدي رسول يا نبي عليه قدم بيو أمد الله صدري متشره نبي عيسى و نن عالم اهم با لو سو درو امه دين كيدن بو كوتوستوس مي دين عصب لا ايمان ماهي نبي دين عصب لا ايمان اي رساله عصب لا ايمان نبي كدنبيه ما جرو اما نبي عيسى كعالم من علماء المسلمين او ايمان هيا امه دين تنو كوتوستوسنيا دين النبي محمد وحي مركا كقلدان قال كي ويرانا وا دلايا نبي حول مركا لكن وحاهر المبشرات مبشرات وامحي وروح مسلم كا صالحة الرؤية ربته واركو نبوض محا نبوض محا أصل وأها نبوض وامحي وعلم إلهي وأدون سينا يا حق ربي ولو وحيونا يا قابك أنبياء اللي وحيونا علم قال لغو سينا ستوس إن لغو سيو إن إلهي بتوس أولها الله إن ملك الله صدره إن من وراء حجاب لقالها الله إن أيوه تشيفا ريالة تصو ورؤيا الأنبياء وحي سجيد إيا تشيف وحي كو أركان وأسكو كمت لأنبياء الشيطان كما عياره إذن روح مسلم كي رؤيا وناكسن وصادق رب أكو رؤيا دي أركا وحو هستا قيب حو هلي أو هبين كو أركا قيب كمدا قيب أنبياء علم غودي أوكالي إن الشيء قيب كمدة لغوسية أنا شيء إن لغوسية ما أهم عن هذا رك ركوع جون أتاج عن صلاة ما أهل لكن واقيب صلاة ده كمدة هل مال ساعد أد صونتو صون ما أهل لكن واقيب صون كمدة حج كمركة تكتو هالطواف والله تما أما سعي كليجي أما وقوف عرف كليجي حج ما أهل لكن واقيب كمدة حجك فاتحوت برة قرآن كوردن ما لكن واقيب كم إذا قرآن كي إن أدفانتين بنو ملاي إن أخوية صادقة شيء أو قيمة بدأ مسلم النبي كان رميسا وحد مودا إن لغو سيئي أو لغو تسي قيب كم إذا علمي أنبياء لكن متيد نبينا متيد نبونا ما يزيد لأن جزء الشيء ليس هو الشيء شيء قبل كيسو أصيب معه طاقتها سوى قيم مساعدك كم ذا لكن مساعدك ما مساعدك دنبا من يسفهن مركوا جزء من النبوة يعني لغو خلط دمين معناها سأو فهم وعنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان قيام مرك دواد إذا اقترب الزمان ساعة القيامة مرك دواد الزمان كحال الله يوا قيامة الدنيا كل الرجوع لم تكد سجن ميس رؤيا المؤمن روح مؤمن كالرؤيا ديسو تكذب إلى بين شيكتو آخر الزمان كم مركز لقاري قيامة السور دوات روح مؤمن كالرؤيا ديسو بين أنت بدن مشيكتو روح مؤمن كمؤمن بالغويري مؤمن كالربطة صادقة إلهي كعب صدا رياضو كل رياضو أنت بدن ولا أركا
وابن آدم مرمر واسكتن هيا ولا جبر دعي لكن سمارت كادا نفي لجليي مبط نوي اني بين شكتو واصدعي كرتا وحابضا اني رون شكتو. ورؤيا المؤمن روح المؤمن كرؤيا دي سنة جزء قبل ويو من 46 جزءا من النبوة. رؤيا المؤمن كصادق هذا أنا وقيب كمدة أفرطا يلح قيبوض والنبوة كمدة نبو نبي النبضة هي علم جديد أحكام تذي مرك أفرطا يلح وحود لقديكو هل قيبو كمدة أهيد رؤيوكم حيلا أنبيوضو وحلقوا وحيجر ستوصة وحلو حجر رسول الله صدره من وراء حجاب وحي الطوس الصعدة مرة أن بضنينا تشيف وحلوته سجري قيبتها تشيف وحلوته سجري مرة الله قيبي أفرتني الليح أينه قبل أنه كهينا معايا إلي وحيقولوا إلى هذا النبي هو معصوم والأمة معصومة النبي هو معصوم باجتهاده والأمة معصومة باجتهادها نبي محمد موسى عيسى أنبيضوا حكم كي جاران ما خلدمه إما ابتداء أو انتهاء ومعصومين وي أنبيضوا هذي مسألة ويدي قرآن كهلين وحينا وسكسوا الدقين وينتي كف كران ويكوش علم إلهي سي عقل قد ماذا يقو عقل بدنا علم بدناي ما شيء دقان انت بدنا غالبا حق يكوها بسدان هذي سر مساك تيا وبشري مركب والله صحة هيا. إذا النبي سيدي السبا هدو اجتهاد مقف محلقة وضع أما مركب روه كهب سداء وسيدة بطنة أما عفى الله عنك لما أدنت اللهم بالأوران ترتيب بالأوراها اللي سيدا والله هبونا وخلاف الأولى هدوات قفتي وطوص إلهي أنبياء كلهم ماي خاصة النبي جين. والله قبول شنا وحي اجتهاد كفرين قال لنا دروب تعادي كما الله إذن الأنبياء ومعصومون في فتاواهم واجتهاداتهم إما ابتداء أو انتهاء وخاتمة إذن لا يقرون على خطأ لكن علماء المسلمين تنين أصوغ معصومة متشره هذا لكن سي ما دانوا إجماعان الأمة معصومة في إجماعها والأنبياء معصومون فرادا وجماعة في فتاوهم واجتهاداتهم صادرت ما دام رؤيا الأنبياء وحي أي أهي مسلمين ترى الرؤيا وقسم من الوحي قبل كمدوي رؤيا الأنبياء وحي أهي قيب كمدا أي رؤيا المسلم كي صادق ذا النقنيس معنى ذا ما أهينا ساكت هاي نبير من نقن كرتيت وركوين أثمانتين بيلتها ورؤيا الأنبياء أنبياء رؤيا جزء قبل ومن 46 أفرتن يلح قيب جزءا قيب من النبوة كاملة متفق عليه وفي رواية وحاكم أصدقكم رؤيا مثل إذا يكون رؤيا رؤيا إذا يكون رسنت وحاوي أصدقكم حديثا بنان كما قال جو أحد فأغر شاك بدن هذه قربين تكسر رنت كو أقدان تكو رقمة أي مرق صحيح لنا رؤيا دي سنت بدن أي نقطة رن أبو بنان كما جوت بنت داقة وحريف وباشا سأود الضلة هاي هذا نوانسي هذا يقول ليست وردوا سويت هذا وكبر رفاه ترى هذا سحر محديقي هذا سحر محديقي كبر درا مرة كاور كيس 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 نبغى نوش أصدق برؤيا رياها حق الرياضة وحائد كرهن شيك بلانو إذا كرهن شيك سن أصدقكم حديثا في اليقظة وكل سويت إنك إذا كرهن بدن أي رياضة أنا أقول رمضان إذا هذا دون إذن أي رياضة أي رنشة يقتو إلهنا كعب سرنتنا كنت ذا وعنه عن أبي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام ري منام روحي واركة فسيراني في اليقظة سوچيدنا وي وارك دونا نينك الرياء واركة سوچيدنا وي وارك دونا أو أما سنبي وحول لك أنما وحد مدانينك يقو أرك الريو رآني إنه يقو أرك في اليقظة السجود إنه يقو أرك محاج النبي الله وننك الريو كقو أرك أي وقد قنطا إنه السجود كقو أرك لا يتمثل الشيطان بي الشيطان عنيك اسكم كي يمثله الشيطان انتو شر صوق الشدو روح مسلم وجيفة
نبي محمد بانه ما أوران كرو رسولك بانه ما أوران كرو إسكو ما كي شبهي كرو علماء دو إسكو شبهي كرا وعدو دونو إسكو شبها وشيطانه تشكل بولي لوان وجن أبيه لكن أنبياء إسكو ما شبهي كرو إلهي باك ممنوعي إلهي با إلالي مركي النولايان أنبياء شيطان كمعصوم بيك آية هذي موتينهين روح مسلم كامركو سيحدو رياضة وكوار كان أنبياء بين من قطوي متفق عليه وعلى سبو خلافي يا لغوضة من رأني في المنام فسيراني في اليقظة قلوا حيدا محلو جيدا ضدك المسلمين تا يحلق نال نحمد أنه لا تشوقي الرميقة إن سوه جرونين إن نبقى نتشعلا إن أي مادان لكل مان وقت إيوه جاني سيقول تغا نواي آخر تعالك إيه قبان كو إيه مادي سوه جرودة أماما ما كأيوه مادوي صدرتت روح هنقاط أو دقاغي كارا ونام محمد رمي أو جزيت عرب كن نولا كما هارين حجد وضع بقول يلا باطني أفر كن أسعيب أسو حجدي واترد أغبض نيد ابن آدم إسلامي نبي قبل حجتاو وإذا داب يري إنت مالك أعتمد حجد وضع بي صحابة ورنبا هايام مير وحريب مجر ضدك دنبا قدال بيك إسلامي المهم إذن فسيران في اليقظة أساسا لوجد قل يا يري لكن سيد سوابك وحق خاصة ما أحلق النبي محمد مسلمين تورنوي النبي قال إنه لشت لقى صوب بالله إلى قيام الساعة إلى أدونك لقوه رقي نوال النبي محمد ريكو أركا كي أركوي آخر لقل ما حوض كيس كعبة النبي قال أشفع عقاده لكن وحشرتها إن النبي قال كو أركته تلمامه سي لأن النبي قال من رآني في المنام رآني أي بأوصافه أنا قال محمد عليه الصلاة والسلام ما هي إنك يقو أركا أسوقه كيفا أسوقه سوء كذا لأنه لو يو حي أرك دوناوي لكن رآني وإن النبي قال أرك الماميس وأرك يذهب يقول هي محاضرة النبي محمد بار أرك ما شاء الله ود هوسا إسكا قندو فتوحا ونك وكايا بدن يا أي ورب التلمام باطن النبي قال أركت ننمدو وحوق بدن وصم بقفصن أو تمجون لو نكوس كوسم بارك محل لنا نبي محمد ما أركن بال لنا وين النبي هو أركته تلمان تيسي تلمان تيدي هي الصورة دي أن لها نبي هو الشيطان ما سوق الشن كروي لكن أو حسان تو سوق الشو النبي محمد سوق هذه كرا لكن شيطانكم ما أوده إن صورك النبي وانتو لبستو النبي محمد بانه ما أوده كرو أو شو أنا تسيء فانتا لكن ضمير تسكت النبي ما يقول كرا أي إذا أن تسكت النبي ما يقول كرا لكن ما أوده إنه تقمصه مثله تلمانت النبي محمد أسوأ كيسي على الله من داس هو أما صورة مشوهة شغلكم مع النبي عليه الصلاة والسلام متفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله حديث أبي قتادة في الصحيح حكي مد من رآني في المنام فقد رأى الحق نينك آلي يقو أركا ريا يقو أركا سيدنا شيء حقيقة ونبو أركي صدرت نبي محمد تلمان طولها ضد يرباكو أركا ضد يرباكو أركا ضد كاسكا ما أنت أنكو رياضي ما أنت قيل باركا يا وضمير بالطوصة يا وابوتا لطوصة يا وذات مشرق أبا الله توصى يا ما تقول النبي قال أركي أسبوع كستان كل رياضة ورياكو أركا عباك ما بيقانت نبي محمد تلمان ما تلمان بكرو يقد ده الرياضة هذا سوي شيء ده نبي محمد سدوا أكبل إيه تلمان الله بيسكم أدين كرو والنبي ماذا أركي أنا جهنا ويرين بالرياضة بركوح وأنا أتفهمت والنبي قال تلمان يستقان وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي يقول لبي ولا يوم مقلي إذا رأى أحدكم رؤيا متكين هذو الرياء أركيا منام يحبه وتعليه فإنما هي من الله تعالى رياء ربطة إيسا دقادة إتعشي كافر عيسى والرؤيا المبشرة ويه
إلهي حقيسي كأها طيب فليحمد الله عليه عفوا فليحمد الله عليها إلهي أقوم هذا ريو ناقصا مسلمين تقولي سنة يداركت أيضا حل أبار اللي وشيرو إذا روب داها يوم ميلا معينة كده يا ربك توصي ملائك دقي يساد أركتي إذا أبار اللي وشيرو روب اللي وفسره حل عبس إذا ملائك بالغ توصي قرمان إيسا قول مسلمين بالغ وفسره رؤيته هذه يقول واقع وحي كرع رؤيته صادقة إنه كهلين ضبطة حقيقة رنت شيء لا بمد بين نقطة شيء سيدي سائل قطوسه هدونا وضعه سيدي أتكو أركتي وين يرتاعي مرنا شيء دع لها أيا فيلم لقى قدار أيا فيلم قدو نحريف وقول ودق بدن وخوف سرب أبهانت walla aqdiga marka sheyga markay marka imu awwala tahay ru'ya mufassara imu awwala loo qaybiyay markay tahay suura dhawayn iyo jilid iyo tamthiil ay tahay tafsiir fi aan bay u baant marna waxa way banaanka ay tahay loo fasir oo ma baahno nin walba garanaya caasha garati waxa dhig jirteen way dad Soomaalitiin waxa caasha kuma aqtan garan maayo wixii iska ruuxul ba fahmi kana caasha garati baa jiraada وحد عايزان على أوراية طالان ودروي على بستي على أوراية على دقني على الدبال إيو وحين مهما أي على كوساب سنة وحن أم لين إني دتشي النواصب إلا الصومالي الرافضي الشيء عبدا بتشوق جري ويجي يقوليه أجورا كتير جري إما رضوا دور بقول السنة الصومالي كتليس إلى بريك الدحى إلى سنترال أفريقيا إلى سو أفريقيا كتلي إلى جزيرة بري صومالي ما تدير بدم ويس دور كونو سين سوتل ليه هذا بيت شبيني المهم وحضو بانت هاي مركي مخيود أي تاي مؤولة إن دقل أو فهم سن مثلا إنه كوف سيره مركي بنان كتالنا وحوي عدو الباب فهميس وايدين شيء وحايد يلوحي على أورا يكسب سن نواصب أنما إني كسوت جد وحي عايش عايدة دي يوا عاش قرط يوا كان قصاب سنة إيه إن رافض إيه إثنى عشرية شيء عادين كسو جدا أمريني إسكي إلى لي ما لك أقوى القبصة زيدنا على إيو أمنا عايشة إيه صوماليا إنه كل حن إن وحونا كسنة هنا مبوي حديث وحاجر أي علماء السير والتواريخ أي شيء قال كتب الغرائب نكوي ماذا غريب الحديث riyada muawalada saad u faahantaan xilliga nabi maxamed ba haweeyna nabiga u timid alayhi salaatu wasalaam ba layd qad nabi allah waxaan ku riyooday gurigeyga aqalkan ii dhisan dikta dhaxo jabtay igdhaxaad ma taqaanan igdhaxaad waa la yaqaan oo dikta u xog badan laan garo la ahante aqalka bartankiisa martay saa u dhacday dugu xaq yimaado ku xaq gaadno ayda isku yimaadaan ee barkunka dhigtaas waxa leeyda dhigdhaxaad baa leeydaada udubka dhaxda la qootimaa si toos ayada u qabta meesha guri ku taagan yahay maxaa jira tiir lama yiraahdo tiir hawl kale weeye adiga moogta hawli rimagalka adii keentay tiir darsooyinkii meel kale la galiya kan waxa leeyda guri la dhex galiyo udub dib ma laha waska waxaad inaba la waxaan ku riyooday dhigdhaxaad guriga oo jabtay baan ku riyooday u fiirsaada adiga markaad fiir horaadka saa u fiirso waxa ku fasir lahay ay ku dhabatay he biixada ka jabtay ratigii baa jabay oday heerka masuulka baa ka dhiman haya curadka soo fariin haya alaabad ka sideen lay nabi wuxuu yiri أحد كان مقرن مهم كوا كوا قال أكتر ذكاء إيمان دونا بل ديك تبطئ إيو أحد آد لوسو كيو إيماشي سوق النبات كوا ما إسك قدوه ما كادو آد عقل هذا سكارة حق فيروس ما تفهمتي سيد النبي والشيخ أنا قلت عليه دور مال مود كذب وذا كي جبر دقبي المدلع يا الصوت ديك الغم مش حرضي أو ولقو ولي ميست وآدم يجاود الرياض تيأكل كل الرياض نبي
nabiga soo raadisay riyada nabiga la soo raay ilaa waagu nabigu fasiray nabiga uu weeyday Abu Bakar bay heshay Abu Bakar riyooyinka aad buu fasiri jiray waxay taa Abu Bakar nabiga ma hayo riyada iyo fasir wuxuu masaasa ku riyootaa nin kala dhiman doono yiri ka ku qaba ismaaysaad waxa yar iska sug mar asay waad qaadi doonta way naxday gabadhii mudda iska joogta nabigu baa yimid oo heshay nabiga u tagtay anaba law riyada waagi waan mahdiyay baltana iyo fasir wuxuu hortay miya la fasiray ha ya fasiray Abu Bakar muxuu kugu fasiray sida ay sida waa sida nabigu lagu fasiray buu ninkeedii baa soo karooday wax yar kadib riyada marka aysan cadayn oo dhig jabta iyo ilku duushay dhig faniinta iyo ilikaado banaanka ordahay aad aragto ninku jecel oo wanaagsan oo si fiican kugu leexiya kaana duwa aafadeeda raadso dad garaash la iskaga geyso ama ani ii dhiibto mala gaamba geli waad faantay barumalay tayib waa midda markau nabigu uu yidhi xadiidka xasanka wadadana ay daciifiyaan الرؤيا على رجل طائر فإذا عبرت سقطت رياضو شمبر دولة يلوكتي بيكو حران تهاي كلا الله دا وحاشي يا وراق شمبر دولة يا كلا الله دا مرك الله فسره سيد الله فسره يقول عيسى ومقادرت إلهي سيد عبد الله فسره ساسا ينقوني هدير دان لغو لحية ويكوكو قلو عسامي رياض النبي محمد وضا فسره أبو بكر oo hal qaab ahayd minna wanaag bay u noqotay gabadhii minna waa ku fadhiisata marka taas riyada la jecel yahay mubasharada ah ilaahay xaggiisay ka ahaatay ilaahay ku mahadi wey idan hadda fahmaysaa ru'yadu saalixada ah waa juz'u min ruum la soo yiri haddana maxaa la yiri waa min allah waxay xaggee ka yimaadaa waxay xagga Alluu ka yimaadaa riyada saadiqan meel Allah ay ka timaadaa saa darteed bay noqotay gabal ka mid ah nabinimada wal yuhadith biha ha sheego ummadda ha u sheego riyo wanaagsan ma arkay ha yiraahdo wa fi riwayatin wa ku yimid fala yuhadith biha riyada wanaagsan u sheegin illa man yuhibbu ruuhu jacal yahay mooyee ruux habiib ah oo caaqila u sheego wa idha raa ghayra dhalika riyaan wanaagsanin oo nixisa ah oo balaaya ah oo khalkhalisa ah ruuxi arka waydaa raa haduu arka qeyra dhalika wuxuusan jeclay haduu arko tii ficeetu aan ahayn buu arkay nabigu af gabatanaya faidaa raa shar nabigu ma dhihi middaa waxaan ka ahayn haduu arko qeyra dhalika riyaan ku farax gelinaynin oo ku wanaagsanayn ayaad aragtay oo mimaa kii ka mid ah yakrahu ruuxu kohonayo dhibsanayo taasin maxay tahay nabaa allah riyada noocaas ay dibsanaysay kharibanay ka nixinaysay ku fiicsanays ee balaayada ah fa inna ma hiya min ash-shaytan shaytan su'adu ma inta aad nooshay banaanka taagantay miirka qabtay soo jeedo dibkaas uu la taagan yahay waswaas iyo balaayso kugu daldalahaya ummadu ka horkeeni xumaadu ka shaqeyni jiif hadu kugu helan miyuu ku day ama jaaris kugu fiicane waba xilligu diyaar u yahay inuu kugu ciyaaro جماعة من السلف وحيد هذه الحديث ما نطوس سقيبة الضنبي روح ابن آدم كا لبح اللي يو الشيطان كسي حولي أورارا لبح اللي بسي حولي وحداف أورارا سكون الضيائن وكركار كويتاري مركات كيفتو إما كان نفتو كابا حيسوي سكرات الموت مركو كوقبتو ونفتو سور دواتو shaytaan wuxuu awood leeyahay isku ka geynaya wuxuu isku dayaya tawxiid la'aan aad dhamato wuxuu isku dayaya diinta inuu ka shakisiyo wuxuu isku dayaya aqoontaada oo dhan uu khalqal ku furo ku aafeeyo ila waa saacadda kugu dambeysa dunida khaatimatul khayr wey husnul khaatima lil rajaynaya wuxuu rabaa inaad idin ka tagto adoo gaal ah waa goolka ugu dambeeyay uu ku nafbaxaya saadarta dadku markay xanuunsadaan khaasatan waayeeladu waa in laga agdhawaado oo laga fogaanin inta ay xanuunsan yihiin diinta la baro looga sheekeeyo tawxiidka loogu celceliyo wixii laga sixi kara laga saxo irbadaha la ordaysan ee dhakhtarka waxaa ka daran inaad waqti ku bixisaan inay ku dhintaan iimaan iyo tawxiid laana weerar aydan filaynin oo idan ogeyn baa ku dhacaaya
مكو روح النف بحاي أو شو هاول خطر هذا لو ما كان سياحتنا بدأ صدال دلهاتي هاو دم بكوري تشري وحنو وين هوك عم بكو يكوك زمان هدو بعد يروح المهم شيء كرتي دمحوا هاول حاليا على ركض أفكوا بعد كلا قادي ودوره كوك زمانية وحمرك أذكار النوم لو آخرين لو يحرس حينا وحاول يبارك عيارتي سي فلات كسيد الدردي سني لا يكا إلى ليه وسنكو عافينين فإنما هي من الشيطان مداحون الشيطان بيكا آتي فليستعد هكما نقول إلهي من شرها ربك ذي بفضي ذا ولا يذكرها لأحد آدم وسن أشيق فإنها أفرس ومقادير ربي شيرو تصميسي بقدرك إلهي دعدي سيدي لأنت شر دوءه صحاب النبي أشرح مقادير ربي أقدار تشرك يدي خير يدي أسبابته أشرح مركز النبي الله هذا روح الإلهي بقدري شر يا خير با وح ربي صور دافنا كو دعي ماي وحان ربي كو قدرنا كو أصيب ماي وح ربي كو قدرنا كو قفي ماي آتري وان حنون صنع نبي الله تروين بان وي مادة وان اسكت فنا أذكار بان اسكت فنا رقيون بان اسكت بجيري درئي داوان استعمال الله وان كو عافي مادنا هل ترد من قدر الله بيده سؤال مهم جدا نبي الله رقية ذا يطف مضى يتحليشة يجيدها هني معجونات كاني قدرك إلى أحب ربي قدري سو سعدي من قد دفاعها يا نحور بل هي من قدر الله فهم كذا الرباص إن أذفنت إن أذمرك الحنون صوت وإذا دع عجبك بعض جيرة طوي قرآن عجبك وكسرانه إلهي عافمات كسي لفت كذا قدرك كم ذا ومن قد أيضا قدر ريد بق انتو حنونكو قبطو ماشي الدوالة دي ترتين لسيقو اوض قلفت لهذا وي وي قدر ري انو حنونكو قبطو ماشي الدوالة دي ترتين إليكو قادي اما الطفل نقطة اما تعيل نقطة اما بان رول نقطة اي كيميكالي اي انت قدر ربي كمتا قدر كمي اللي يزي اي ذا بقدر ري دوي قدر كي كمتا سوال وي تقانا معي دي تعدر الله بعد انتي وحي دي أجل بالله دنتا كان سواء كان كعيم هاي إنك هير كأرسله يا نينك هو نول حب ما أنت مارجيس إم زان نين دعوة عصام أنت ملك هكذا تجاي ويسكت دويل أكيد بس هو صعود ويجيب مركا سلع الله ما دنتا أجل بالله دنتا ما لينك رب قدرنا من بعد بحي وحي أبوها الاستعمال سأم الدواء أما كنين أما قرآن أنا هدي رب قدرنا كوع في ما دنا عافمات بان ربك وقل لي هدان لقوه قدنا تكك عذارا هودي أن عمد لقوه آخريو نقرر مدون بعد سيسي هرام بالغلا قوست نقرر مدون حالي تي بيهيس أيا قفعي صحري بان لي في مدون كي موقتا يرهم عن المنكاة تكا لبدا بركة انتي نقل عقدة باقبتات دايد الشيخ وادي قبصر يسا المهم إذا وقفتا كيكي وقف عيبا لو صحري من أكفر إيبا شفو يري شفو هرام بلا قلق وستيبوري بتيب إيبا شفو لو كره هيا مي أثبت أنت ورقا سومالي روح السحضي نهان شفو يا عانا كو سحن بيا كو سحن علي هذا شفو مركا نينك شفو يري حمودي نينك إنو عانا كو سحن بيا كو سحن لكن واني مي تيب إيبا كسحر ساتي أصور وزعوقي هاي مركا بعيبي ولا قلق وستيبوري شفو وارا لو كريواي مرك القرآن كاستعدي لك وصاره وربك هو داوين داو كوغلين لو كريماي ولا يذكرها لأحد مرتوحاً أجد ذا مركة هذا ريح أركته وسرك إله كم غنقشه روحنا هذا الأشيقين هي ذا ولي الحكي يلمسه كل ما يلمسه مرة ضعه وحي حما وحي حما يذكر ريوتد كعب سنة يسي شرك إله كم غنقل أفقنا كأتكو أفقنا الدبنة هذا اللي ينصار شو قرده دبك يكسو قاري مايو وحي حماية كعب قيسنا مرد عايو شرد قاس ربي قد قي الرسول كسبان سوى تبيه لكن وحي حماية كل ريو تضادن إلهي كم مجان جنا شركيس حقا أن أتكون شعب تروح حسن حلا أركي حين مو يدبي الله أركي علوش أرديس بنانك علوش الله دقايا إذا بيشا ما يسفان ورقا سفان الله إسكي إلالي حديث أبي رزيل العقيلي باسدة عديي الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر تعبر وحب الله شديد ماي إن لفظيها صحة ما لم تعبر هدان لفسرين فإذا عبرت
وقعت هذه لا فسر سيد الله فسر ودعدا ولا تقص الا على واد او ذي راي نكو جعل اما دغ يغراد صاحب وحنا وشيغ روايه لو لا تحدث بها الا حبيبا او لبيبا نكو جعل اما عقل بدون عاقله وشيغو سبعنا كو فسرو marka riyada lagu sheego marka dadan riyada aqoonin sida loo fasiro kada cid kale u geysan dad waxa jira marka iyagu riyada iska qasan tahay qarawga iyo riyada iska qasan maana wal buhule toban riyan wada ruux riyame ah wa ma qarawu xulmi ba leeyahay ahlamu shayadin wi adghatu ahlamu wi riyoyinka kala fahma iyo iyo qarawga riyo maxaa lagu yaqaana riyo lama halmaamo waxaad caado u aragtay oo meel lahay ka yimid oo dhab ah weeye 10 sano oo xusanaysa sidibaad u xusan riyadi waa dhawayd 2010 ku soo celi baan ku dhisi sidaad u keenaysa tii aad artay sanad koor laakiin qaruu maxaa lagu yaqaanaa maalin kula dhaafi maayo u kaadi intaas horta inta mugdiba ay galay mugdiba dad sheegto nakala wadi meesha riyadu kuma haysidi qaruuga naga daan ugu wareerin qaruu iyo dhadhab baan ugu wareerinaysa riyadu markay u yartay usbuuc bay kula galayayo sideedii ah riyada dabta usbuuc baad sidee uga sheekeyn qaruuna maani lama marbado kula gaari maayo iska tagaaya muttafaqun alayh wa hadith la isku waafaqay wa an abi qatada radiyallahu ta'ala an qala qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam ar-ru'ya as-salih ay as-sadiqa riyada usuuban ee runta sheegaysa wa fi riwayati waxa ku yimid ar-ru'ya al-hasana ay as-sadiqa riyada wanaags min allah bayka riyada wanaagsan xagga rabbiga ka timaada waa juz'u min an-nubuwa wa bayn mashayikhto ama shayga sidiisa asagoo aad ya aragtiba sidiisa u dhacaaya ama ta'wil ya tafsir bay u baahan tahayo ahad wanaagsan ku fasiro sidoo u fasiray noqonaysa ummadana marka haday mid khad ada ku keenaan iyo haday mid wanaagsan ku keenaan ba oo tacbiir ru'yaga aad ku fiican tahay sida wanaagsan ugu fasir ta'wilkaasa ilaahay qadarkiisuna waafaqayaa والحلم وهذا وامح ومن بدائع الشرائع عند العرب جاهلية وإسلاما رؤية حلم اسكمد بويه حلم هي الرؤيا واسكمد عند العرب رياضة حن هي تصن حلم بيد هذا رياضة حن هي تصنب صنب رؤيا يد هذا ما خلق هذا كتب توضي سداسة آهي لكن نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وحور رياضة حن من الشيطان بيكتمت مدى وناكسنة من الله بيكتمت وحي حق ألا كيمت يوحي الشيطان كيمت أنه يسكن مقعسي صبنه واديدي عليه الصلاة والسلام هذا من بدايع الشرائع ومحاسن الشرائع وي. نبي وحي الشيطان كيمت محل هذا حلم وحي من الله كيمت محل هذا رؤيا تفريق قاسي وتفريق شرعي وتفريق اسلامي كلا جينتا لكلا دو رياضة حن ان حلم الليل هذا تو ناكسن الرؤيا الليل هذا وحوي وادب اسلامي اصطلاح اسلامي او ومفهوم شرعي اسلامي اما من حيث اللغه حلم الرؤيا واسكمت حسنه وقبيحه نبي حول الرؤيا الصالحة وفي رواية الرؤيا الحسنة رؤيا وناكسا من الله سبحانه وتعالى والحلم قروق ردبك ما حكى الليل هذا قروق ردب من قرنا يا أهل الوجوه وكل شيء ريو ردب شوف مسألة كسنوا قروق أهل ثم قروق وكاب أهل ردب إيو قرو وحو دنب وحاوي وحي شيطان حق سكيمة والحلم من الشيطان بكيمة ده هذا يسدى طيب فمن رأى شيئا يكرهه ننك أركا وحو دنب سنة يكر يوضا فلينفث عن شماله ثلاثا هاو عن رفت فتنك بدح صدح جير وقول سنة استقدار إلا شيطان ما كان سوما دنك بدح بكاجر آي دنك بدح صدح قول عن رفت وطف كله دفك كو بحوي وجهك هذا كو حارتي وي اسغا دنه كغا طفيسا فلينفضوا عن دفتفتو نيفا او افوفو
عن شماله دنكي سبدع ثلاثا صدح جير وقضب وليتعوذ من الشيطان شيطان إله كما قال وقضب الله بعد محطو مرتين إنها أشيغن أفكار كأتك إبيال فإنها لا تضره مرد بيس الروح المسلمك سيدا هداد يشو ودنك بدح أصدح كور أفوف تض أدو كيفات أفوف يسحبها فريسن أدو سكتشف أفوف إلهي أنا شرك هذا كم ما قال إله الرياضة قرأوا قاسي الشيطان هو إنسان كم ما قال شركيس إله شرك تد إموت شبنا إسلام تنا هو شيء عندنا هو شيء هبلا يحلى وحنا أركى وحبيت شو شيء ورحى أي شيء إنه قرعة أكل ترى هذا أدور بدن طاي فإنها لا تضر قدي بميس قدي بميس عندنا هو شيء إلهي كم ما قال دنك بدعوا عن رفطف متفق عليه النفض نفخ لطيف لا ريق معه وخلاف خلاف بس كجتر لا كساس لو بدايه نفثه وافوف نافير او فضود ويه او لطيفان او عندو فلس عنين طبعا عندو حتى الرعيزود كبس وجهيس عليس مره شيطان ويه لكن سداس شيخ كفسر وعن جابر رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا راى احدكم الرؤيا يكرهها مثكينها دو ارك الرؤيا وكهانا ايوه فليبصق عن يساره ثلاثة والرواية بالمعنى نبي يقول رياضة لكوانا حلم بوئي قانا فليبصق عن روف تفتو فليبصق وقتصي سمارك سوما بصق قو وينو وطو قياني عن روف وينو وطو فليبصق فليبصق أو عن روف تفتو عن يساري دنك بيح ثلاثة صدح جراء عن روف تفتو وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثة شيطان لبكي سنة صدح جراء الله كما قالوا وليتحول عن جنبه شرد افراده لانك يد اجيفتين اسكرك وليتحول هكورك عن جنبه دنيعي هكورك الذي دنيع عاسو كان عليه اتقصك النايد لانك يد اجيفتين اسكرك حتى ميدك اذا اجيفه هذا الرياضة حن اراكتو شيطان كصدح قول اسكنر رياضة شركة الهي كان مغنقل كدي بنا لانك بدي حسرك لانك بدي حسرك إيسا رواه مسلم رواية كلام مسلم لو حكوت مد هذا ربنا ما يسرته فليقم وليصلي مركب انت هذا كعده وده مسوش قشود ويسيسته لا بارك عودتك كدب السحر شركة الله كم أنقل صدح شير دنك بيدح عنوف تقطف عندنا هؤلاء شيئين دنك هذا شيفتنا إسكر جدي إسكره أذابتوه هذه الرواية أنا سأرقتنا إلهي كم هذه روح في عنا وتقاننا أشيك أقوف السريح أهو هذا الله كربحي كرتان الله كربحي وعن أبي الأسقع واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفرى جمع فرية إن من أعظم الفرى ككذبة إن من أعظم الفرى بين أبورت وحاقوين بين لشيغو هي إله الغب أن أبورته وحاقوين أن يدعي الرجل أن يدعي أن ينتصب كالإغانتا روح إنه كؤب ترصده إلى غير أبيه إذن كآي أبيه إذن كآيما أنت كؤب ترصده وخلط وأدن بيده وهوي إنه ياتاي إنه عبد الله بأن ليداده عبد الله أباها ماها أباها وقيد جام حسن رواية حديث قولها رغبة عن أبيه أضو أباها نعية أباها حب وأبا خيل وأن يرليت وديد يسأسك وذيك أنك لا حب يرفيدوه نعيد أذير نعيس أباها تاسو يتلقها الله ظروف لكن أمني هي خطر أمني هذا يجرته أما أولها شرعية أدقاتان أي جرته تعالى اسم الله عند أهل العلم أباها إن قرص أسرع قرص أوقع عرته ويوح لقاه الله لكن هذه الولايات هاي وإن قبل ترى ما حلق قاضي هاي معدي إن في الولايات هذه هذه كله والقوة كله تجاه هي تاسي مركز رقبة عن أبيك ما والظروف مركز تاجن بعد كعب حصتين مويين أبا عيلك تعيش هاي متشرو إن من أعظم الفرع بين مد أوي وحاكم إذا أن يدعي الرجل يكون نصف شيكتو كؤب ترصد إلى غير أبيه أحدا كائن كذا لي أو أما سيوري أوتصه عينه إيش صوت صهيا ما لم ترى وحيسن أرك وإنه بنت أوي
hebel baan arkay mada aragba, xalay baan riyooday waxaasaan arkay mada aragba, waxaad arag baad ishaada sheegi, anaa arkay anaa sameeyey. Aw mase yaquula uu yidhaahdo cala allahi ilaahay subxaanahu wa tacaala calaa rasuul cafan calaa rasuul rasuulka ilaahay ku been abuurta maa lam yaqul wuxuusan nabigu oranin. Beenaha u waaweyn waxaa ka mid ah inaad u nasab sheegato ood ku aabtirsato aabbaha cidaanka ahayn adoo aabbaha quursanayo ka cararay. Waxaa kaloo ka mid a ishaada inaad ka been sheegto nicmada rabbi ku siiyey. Run ku sheeg baa lagu yidhi waxaysan arag, inaad tidhaa way aragtay, anaa u qaawan, anaa indhaha ku dhufta, anaa babsi waana beenta. Ama nabi maxamed aad u tiiriso sal alla wasalam wuxuusan dhihin aw yaquula calaa rasuulillahi rasuulka ku been abuurto maa lam yaqul wuxuusan nabigu dhihin. Bacdu ahli cilmi waxay qabaan masalada dambe inay gaalnimo tahay. Abu maxamed aljuwayni baa ka mid a, bacdu lmaalikiya ka mid a, bacdu lxanaabila rajaxa. Nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiidaad og tahay iyo waraad ogtahay inuusan sheegin, haddaad sidaada wuu sheegay iyo nabigaa yidhi iyo nabigu ka sugan yahay, waad ku gaalow culimaa qabta. Maxay nabigaad ku been abuuranaysa? Waa ku been abuurad, waa hafaryo. Nabigaad xurmayn lahayd, qadarin lahayd, baad ku been abuuranaysa. Idan waad bahdishay, waad ku gaalow wadaadaa taagan. Jumhuurtuna waa kabiira meel kabayr bay taagan yihiin. Qaybta horena iyadu waa shardigooda waa inay raqba can abiika ay tahay. Haddii kale kabiira meel haddii kale waxay noqonaysaa shay bannaan oo kulba masaalixi meeshaa ka jirta u khuduucaya. Riwaayada xadiidka ibn Cabbaas ba macnaha cadeeyo man taxallama bixulumin lam tara caynuhu kulifa an yaqcida bayna shacratayni walan yafcal. Ninki riyo uusan arag dhahwaan arkay, aakhara markuu yimaado waxaa loo dhiibay laba xabo masaga ah. Tan masaga ma aragta, tanna waa masago isku xidh, xadhig ka dhigo isku gurid baa leh. Waa inaad dun ka soodo oo isku gunado. Masagada xadhig ka dhigi kartaa laba xabo gelay, laba qamadi ah, laba garbi ah, mana awoodi karo nabigu calayhi salaatu wasalaam. Maxaa yeelay adiguba waxaadan arag oon dhicin baa tiri wuu dhacay, aakharana waxaan dhici karo aadama awoodin baa udhi samee. Haddii allow ma awoodo waxaadan awoodi karo beenta horan maxaad isugu kalifaysa? Yaa kuu dirsaday? Waan arkay anaa ka marakacay beenti. Idan riyadu waa howlaheedu waa howlahaas. Wixii khayra ilaahay lagu mahadiyo ummadda wanaagsanaha loo sheegto, wixii sharana ilaahay shirkiisa laga magangalo, shaydaanka layska naaro, dhanka bidcanuftaa loo tufto, dhankii u jiftana iska bedel, cidnaha u sheegin. Wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.